واحدة اكتشفت إن جوزها بيخونها، راحت لمراته التانية وترجتها تبعد عن جوزها، ورجت بأذية جوزها واختارت تكمل معاه. جوزها بقى لعب دور الجاني، بس ما كانش هيقدر يلعبه إلا في وجود حد يلعب دور الضحية. مين هو بقى الضحية؟ تعالوا نشوف. بدأت الزوجة تفرغ مشاعر الغضب في بنتها، والبنت يا عيني مش حاسة بالأمان، وبدأت تجلد في نفسها وإنها سبب مشاكل مامتها. الأخ حس إنه قوي وعنده رغبة إنه يكون ذو قيمة وليه شأن ويحس بالتقدير، بدأ يدافع عن أخته حبيبته. إيه ده كله؟ دي أدوار كلنا بنعيشها في حياتنا وبتمر علينا مع اختلاف المواقف اللي بنقابلها. مثلث الخطر، تابعونا على قناة سلامك النفسي. بينا وبيكم إن شاء الله هنكون أحسن. سلام.